مين؟ مرحبا. هلا. أم عبد الله. حياك الله. هلا. أنا معاذ العمري من قناة الأردن اليوم، فريق برنامج فطورنا عندكم، هيك حابين نعمل لك زيارة إذا في. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلين فيكي. تفضل. يا ساتر. تفضل. الله يزيد فضلك، تفضل. أهلا وسهلا. تفضلي. هون؟ هون تفضل. الله يسعد قلبك. أهلا وسهلا. أهلين فيكي، تفضلي. اشرح من اجري. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا سيدي. رمضان كريم وسنه وانت سالمه. وانت سالم. شو اخبارك؟ الله يسعدك، الحمد لله. بدي اسالكم عبد الله، قديش عدد افراد الاسره؟ احنا 6. اولادك بالمدارس؟ 3 بالمدارس وواحده لا. ليه؟ اصلا انا عانيت كثير لما دخلت اولادي المدارس، يعني ابني لازم ب9 هسه ب5، تاخرت لما سويت لهم شهادات ميلاد، ابوهم ما معه اوراق ثبوتيه. ما مع اوراق ثبوتيه غير الله بيعلم ابن الحلال ساعدني بشهاده ميلاد إله. وعابونا انا علي عملت دفتر عيلي إلي باسمي لوحدي فقط. اولادي عملت لهم شهادات ميلاد فلسطيني، رفع حاله دعوه تنو قدرنا بالموت نقطع لهم شهادات ميلاد وندخلهم مدارس. هاي البيت اجار ولا ملك؟ لا بالايجار. قديش اجارها؟ 80 دينار. 80 دينار مع مي وكهرباء بتلحق 100. مع مي وكهرباء 100 دينار. يا ستي الله. جوزك بيشتغل؟ والله جوزي عمره فوق ال50 وظهره بوجعه، واذا بشتغل يوم بقعد شهر، واذا اشتغل انا اللي بنكب لاني بروح ادور له على ادويه، والتنميه عشان معهوش اثباتات ما بتقطع لي راتب وتقارير طبيه. ما عندك دخل؟ ان الله. لا لا الا الله. طيب كيف مدبره امورك؟ والله زمان كانت جمعيه من قبل العام الماضي تعطيني راتب شهري 50 دينار. 50 الكفيل من السنه الماضيه توقف. ما في هسه؟ ما في دخل من مره يعني، هي لي تقريبا 6 شهور بدون شيء. طيب ام عبد الله امبارح شو افطرتوا؟ انا اسف على السؤال بس يعني والله بدي اكون صادقه، عملنا جوانس جنبها لبن. واليوم شو فطوركم؟ والله اليوم لسه ما طبخنا. شو ناوي تسوي؟ والله ما بعرف، اللي بيجيب ربنا. تستني باهل الخير. نقدر نفوت هيك احنا وياك على المطبخ؟ تفضل. اهلا وسهلا. تفضلي. تفضل. نقدر نفوت هيك احنا وياك على المطبخ؟ تفضل. اهلا وسهلا. تفضلي. تفضل. اهلا وسهلا. يا ساتر، هذا المطبخ. نعم. مش مجهزه شيء للفطور؟ لسه والله في عندي شويه بندوره بس مش متاكده شو اعمل يعني. بندوره كيف بدك مع ايش بدك تسوي؟ والله ما بعرف، لسه ما قررت يعني. لسه ما قررت. هاي الفطور ساعة زمن. إنا الله. إنا الله، الحمد لله رب العالمين. هذا مطبخ البيت. هذا المطبخ. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا انت يعني واضح الوضع. واضح انه انت كمان مرة قوية. الحمد لله. والله مش قوية زمان انتحرنا. ما شاء الله عليك. لا يا ستي انت قوية. الله يسعدك. وانت معنوياتك عالية، وهاي المعنويات بتعكسيها على اولادك، بكره ان شاء الله بتشوفيهم احسن الناس. ان شاء الله نتمت لباب السما ان شاء الله. اهلا وسهلا. تفضلي. اول شيء شكرا انه انت استقبلتينا. حياك الله. فتحتي لنا باب بيتك. وشكرا على حسن الاستقبال. الله يسلمك يا رب. واحنا حبينا نزورك اليوم، يعني فريق الاعداد مشكورين عملوا دراسه على حالتك، وانت شكرا انه انت استقبلتينا، وحابين نقول لك كل عام وانت بخير ورمضان كريم. الله اكبر. ونقدم لك مبلغ مالي، هذا مقدم من شركه زبتر، نتمنى انه تقبليه منا لحتى يساندك بعد رب العالمين خلال الشهر الفضيل ان شاء الله، ونفرح هالولاد ان شاء الله، وتقدري انت تكملي الشهر ان شاء الله. هذا المبلغ يا ريت تقبليه منه. تسلم ايديك. بقول لك مليون شكرا. جزاك الله خيرا انت وكل اللي قاموا على الموضوع. الله يسعد قلبك. وهذا طرد مونه بكفيك ان شاء الله خلال الشهر كامل، مقدم من فريق عمل برنامج فطورنا عندكم ان شاء الله. يعني شكرا لك انك انت قبلتي هذا الطرد. وبرضه احنا اليوم حابين برنامجنا اسمه فطورنا عندكم، واحنا بنيجي بنفطر احنا وياكم. حياكم الله. ضايل على الفطور ساعة زمن. اهلا وسهلا. بنجيب فطورنا وبنيجي وبنفطر احنا وهاي الاسرة الكريمة. ابتسامة بنتك هاي بتسوى الدنيا، والله العظيم بتسوى الدنيا قسما بالله. جايين احنا اليوم نفطر احنا وياكم، بس بدك تسمحي لنا. بتشرفوني والله انه احنا نتركك انت وهاي العيله الجميله، العيله الحلوه، تفطروا لحالكم وتعيشوا يومكم الرمضاني لحالكم، واحنا تسمحي لنا انه احنا نغادر. حياتي. وشكرا مليون شكرا، استقبلتينا بهالبيت البسيط العظيم فيكم انتم باهله. الله يسعدك. ابتسامه الاطفال هاي عندي اياها، بتسوى كل تعب الدنيا، اقسم بالله العظيم لا تقدر بثمن، وانت دموعك غاليه علينا. اللي بنقدر عليه بنسويه، راح نحط رقم تليفونك على الشاشه لحتى اهل الخير يساعدوك ان شاء الله، وان شاء الله يا رب ما بنقصر معك، وان شاء الله الزياره الجايه بنيجي ونشوف وضعك احسن واحسن ان شاء الله، وان شاء الله انه احنا نضل واقفين جنبك. الله يفرجك. كل عام وانت بخير ام عبد الله. وانت بخير، وان شاء الله السنه الجايه بيكون رمضان احسن ان شاء الله. وشكرا لك على حسن الاستقبال. حياك الله. اسمحي لنا، شرفتونا. السلام عليكم. مع السلامه.